نفس الدستور بعد اطلاعه على الرسالة الموجهة إليه من قبل الوزير الأول بتاريخ 15 جانفي 2011، وبعد الاطلاع على أحكام الفصل 57 من الدستور فيما يخص شروع منصب رئاسة الجمهورية، وحيث اتضح خاصة من الرسالة المذكورة أن رئيس زين العابدين بن علي غادر البلاد التونسية دون أن يفوض سلطاته إلى الوزير الأول وفقا لأحكام الفصل 56 من الدستور، وحيث أنه لم يقدم استقالته من مهامه على رأس الدولة، وحيث أن المغادرة تمت في الظروف القائمة بالبلاد وبعد الإعلان عن حالة الطوارئ، وحيث أن غياب رئيس الجمهورية بهذه الصورة يحول دون القيام بما تقتضيه موجبات مهامه، وهو ما يمثل حالة عجز تام عن ممارسة وظائفه على معنى الفصل 57 من الدستور، يعني أولا الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية، ثانيا أن الشروط الدستورية توفرت لتولي رئيس مجلس النواب فورا مهام رئيس الدولة بصفة مؤقتة. يتم إبلاغ هذا الإعلان إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقر مجلس الدستور ببرطو يوم السبت 15 جانفي 2011 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فايزة الكافي والسادة غازي الجريبي والمنجي الأخضر ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بالعيد وابراهيم البرتاجي والسيدة حميدة العريف. شكرا.